السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة اسماء حمد القصير من منطقة الرياض في مدارس الرياض. طبعا بالبداية منذ صغري كنت مهتمة بقسم الكيمياء والمواد المتفاعلة، فكنت أخذ الصابون والمواد المتفاعلة المتوفرة في المنزل وأخلطها من بعض عشان أحلل تفاعلها وأرى كيف تتفاعل. ومن هنا بدأت شغفي مع الكيمياء ورحلتي مع موهبة. بالبداية اكتشفت شغفي بالبحث العلمي، فقررت المشاركة بأحد برامج موهبة للبحث العلمي، وهو برنامج موهبة للبترول والمعادن. وبحمد الله مع نهاية البرنامج فزت بالمركز الأول في البترول والمعادن، ومن هنا قررت التسجيل في مسابقة إبداع والتكملة، وبحمد الله اليوم أوقفنا في نهائيات إبداع. مشاكل التلوث البيئي تواجه العالم، السعودية وجميع مناطق العالم، لذلك فكرت بما هو سبب المشاكل هذه. بعد البحث والقراءة العلمية اكتشفت أن السبب هو ثاني أكسيد الكربون، انتشار ثاني أكسيد الكربون. أحد من الأسباب الاحتباس الحراري هو ثاني أكسيد الكربون بنسبة 64%، فهو مشكلة كبيرة جدا. ففكرت بكيفية تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد عضوية جيدة، فبدأت بالقراءة والبحث العلمي. أنا اكتشفت الطريقة الجيدة للبحث العلمي. بدأت فكرتي كانت صغيرة جدا، وكان في ناس سووها من قبل، لكن مع القراءة والبحث العلمي تطورت الفكرة إلى أن وصلت إلى اليوم هنا. فكرتي أول شخص يطبقها هو أنا والدكتور حقي. الحمد لله أشعر بالفخر والحماس أنني اليوم هنا أقف في إبداع النهائي مع فكرتي لحل مشكلة عالمية، وأنا أشعر بالفخر جدا لأنه أتمنى أن تتطبق في المستقبل ويقل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.